قبل فترة شفت فيديو لشخص على اليوتيوب بيحكي عن مقطع صوتي محير، قال انه 70% من الناس ما قدروا يسمعوا الصوت و30% من الناس سمعوه عادي، وقال كمان انه اللي عمره 25 سنة او اقل راح يسمعوه تمام، واللي عمره اكثر من 25 سنة ما راح يسمعه بشكل واضح. دخلت على تعليقات الفيديو اشوف اراء الناس، في ناس قالت انها سمعت الصوت وناس قالت انها ما سمعته نهائيا. راح اشغل لكم المقطع الصوتي، اكتبوا لي في التعليقات اذا سمعتوه او ما سمعتوه وكم اعماركم. بالنسبة لي عمري فوق 25 سنة وسمعت الصوت.